وبالعودة إلى ملف الانتخابات الرئاسية التركية ولمناقشة هذا الملف، ينضم إلينا دكتور غازي فيصل الدبلوماسي السابق ورئيس المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية. دكتور غازي، مرحبا بك معنا في هذه النشرة، أهلا بك. يعني ما المتوقع في هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؟ إلى أين يعني تتجه البوصلة؟ من يعني بتقديرك سيكون صاحب الحظوة بالفوز في هذه الانتخابات؟ نعم، طبعا من المؤكد أن هناك صعوبة للذهاب إلى قناعة نهائية من سيفوز. من المؤكد أن السيد أردوغان لديه حظوظ بالفوز مرة أخرى بفعل امتلاك حزب العدالة والتنمية شعبية وفرص وقدرات تنظيمية واسعة على صعيد تركيا. أيضا هو يحكم منذ 21 عام، حقق مكتسبات، هذا صحيح، إنجازات، لكن في نفس الوقت توجد اليوم مشكلات اقتصادية في تركيا. حجم الديون الخارجية والداخلية مثلا يرتفع إلى 700 مليار دولار، الليرة اليوم الدولار يساوي 20 ليرة تقريبا، هذه كارثة بالنسبة للاقتصاد التركي. مشكلة الفائدة وانخفاضها اللي أصر عليه السيد أردوغان، هناك يعني ارتباط الاقتصاد التركي بالاقتصاد العالمي وخصوصا الاقتصاد الأوروبي واسع، يعني أوروبا تستقبل وتعتمد على 200 مليار دولار سنويا استثمارات من أوروبا ومن النظام الرأسمالي. هناك مشكلات اليوم في تدفق هذه الاستثمارات بسبب السياسة الخارجية التركية سواء تجاه أوروبا وبعض الأزمات أو تجاه النظام الاقتصادي العالمي والدول الرأسمالية. إذن هناك تحديات يواجهها فوز السيد أردوغان مرة إضافة أخرى إلى هذه التحديات محتمل. دكتور غازي، نعم. عذرا للمقاطعة، التحديات أشرت إليها تحديات كثيرة، منها تدهور سعر الليرة وحجم الديون الخارجية التركية، ولكن هناك أيضا أزمات يواجهها أردوغان، منها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أخيرا وإعادة الإعمار. كيف لهذا الموضوع أن يؤثر في نتائج الانتخابات؟ ممكن يأثر، لكن أيضا نلاحظ أن التقارير تشير أن الـ الناس، المدن اللي تعرضت للزلازل صوتت بالمرحلة الأولى لأردوغان، لأن هناك وعود بإعادة البناء، بتغيير خارطة المدن، دعم السكان اقتصاديا إلى آخره. هناك فرص يعني مهمة بأيضا تصويت حتى المدن اللي تعرضت للزلازل لأردوغان. لكن في نفس الوقت أحب أشير إلى مسألة، أن التيار الديني اللي حكم أو الإسلام السياسي اللي حكم تركيا منذ 21 عام، وأيضا هناك التيار الليبرالي، اليوم يظهر التيار القومي التركي اللي هو يمتد بجذوره إلى الأتاتوركية وقوة تركيا وعظمة تركيا، وهو مختلف تماما عن الإسلام السياسي وعن الاتجاهات الليبرالية العامة، وهو ليبرالي بالتأكيد، بالنهاية لا يمكن أن يكون غير ليبرالي، لكن يعزز النزعة القومية التركية. نعرف تماما واحدة من أسباب ظهور هذا التيار مشكلة اللاجئين السوريين مثلا واللاجئين من غير دول في تركيا اليوم، اللي يسببون مشاكل اقتصادية، هناك صدامات، هناك اعتداءات، هناك جرائم ترتكب مع الأسف بين الأتراك واللاجئين وبين اللاجئين والأتراك، مشكلة الحرب في سوريا، مشكلة العلاقة مع PKK، مشكلة الوجود العسكري في شمال العراق. ما دام أتيت على هذه الملفات ووجود البكك في شمال العراق، هناك أيضا لو تحدثنا عن العلاقة بين العراق وتركيا، وفي ضوء نتائج هذه الانتخابات كيف ستنعكس في ظل وجود عسكري تركي كما أشرت، بكك، المياه بنهري دجلة والفرات، الجالية العراقية، الاقتصاد والتجارة التي تبلغ أكثر من 10 مليار دولار بين العراق وتركيا، في ضوء النتائج المتوقعة كيف ستنعكس هذه النتائج على العلاقة بين بغداد وأنقرة؟ نعم، يعني في كل الأحوال سواء فاز السيد أردوغان أو السيد كمال،
أعتقد السياسة الخارجية التركية خصوصا على الصعيد الإقليمي، على صعيد العلاقات العراقية التركية، تتمتع بثوابت المصالح المتبادلة. مثل ما تحتاج تركيا للطاقة، النفط والغاز من العراق، أيضا يحتاج العراق للمياه، ويحتاج العراق أيضا للمنتجات الصناعية والزراعية التركية. تركيا بلد رقم 15 على صعيد الاقتصاد العالمي، وبالتالي نحتاج إلى الاستثمارات التركية، مشاريع البناء، الشركات التركية، خبراتها، إعادة بناء القاعدة الصناعية بالعراق. إذا هناك مصالح متبادلة بغض النظر عن طبيعة اتجاهات الرئيس القادم، سواء كان قومي أو ليبرالي أو إسلامي. مصلحة تركيا ومصلحة العلاقات العراقية التركية في المقدمة. ما يتعلق ببيكيكي، يعني هذه مشكلة مزمنة منذ عام 1982 83 حتى يومنا هذا. وأعتقد الحل الوحيد لهذه الأزمة هي الذهاب إلى فيدرالية في تركيا تضمن حقوق أو حق تقرير المصير للشعب الكردي في تركيا. لابد من إيجاد حلول بدلا من وجود البيكيكي في جبل سنجار، وموجودين في دهوك، موجودين في سليمانية، مقاتلين، قواعد عسكرية، وأيضا قواعد عسكرية تركية لمواجهة هذه القواعد، موجودين في شمال شرق سوريا. إذا كل هذا الوضع، هذه الخارطة العسكرية بسبب الحروب الإقليمية، خصوصا الحرب في سوريا والفوضى اللي كانت تجتاح العراق، نتذكر داعش وما بعد داعش. إذا كل هذا يجب أن ينتهي عبر التعاون الوثيق بين العراق وبين الرئيس والحكومة ولكن التركية دكتور القادمة. غازي، هناك من يرى أن الوجود العسكري التركي سواء في العراق أو تركيا يعني لا يخضع لمن سيأتي أو يتصدر المشهد في تركيا ويكون رئيس لتركيا، وإنما على اعتبار أن هذا هو مسألة يعني أمن قومي لتركيا، فلا يخضع لمن سيأتي إلى السلطة. هل هذا صحيح؟ نعم، بالتأكيد بالتأكيد. يعني هو موقف مشترك موحد من مختلف التيارات السياسية في تركيا. يعني لابد من، لكن في النهاية لابد من إيجاد حل سياسي. اليوم تذهب تركيا إلى الحل العسكري وإلى المواجهة العسكرية المسلحة مع بيكيكي، وبيكيكي مع الأسف أيضا يذهب إلى الخيار العسكري ولا يذهب إلى الخيار السياسي والدبلوماسي لإيجاد حل مع القيادات التركية. سبق حتى لأردوغان أن تفاوض مع بيكيكي، وأوجلان اللي هو الزعيم المؤسس لبيكيكي موجود الآن في السجون التركية. إذا بالإمكان إيجاد حل لهذه القضية سياسي قانوني بدلا من الذهاب إلى الخيار العسكري. ونتذكر تماما، يعني على سبيل المثال بالعراق، يعني كانت حكومات تذهب إلى خيار عسكري، حكومات تذهب مرة أخرى إلى خيار سياسي واتفاقيات وقوانين جديدة وإلى آخره. وصلنا 11 آذار، بعدين قانون الحكم الذاتي. إذا تركيا عليها أيضا أن تذهب بعد ما فشل الخيار العسكري إلى خيار سياسي، وعلى بيكيكي أيضا أن يتجاوب مع الخيارات السياسية من أجل ضمان حقوق الشعب الكردي لبناء السلام، الاستقرار، الرفاه، التنمية في تركيا، والتمتع بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأكراد، وجود تاريخي، حضاري، ثقافي، إنساني في تركيا، ولهم دور على صعيد الأحزاب السياسية والأنشطة الاجتماعية المختلفة. لكن في نفس الوقت هناك سياسات عنصرية يعاني منها الأكراد في تركيا. إذا يجب أن نذهب إلى توازن ومختلف على صعيد النظام السياسي في تركيا، وتحقيق الاستقرار، تحقيق الشراكة لمختلف القوميات والاتجاهات والمذاهب والأديان اللي موجودة في تركيا، بدلا من هيمنة قوة على قوى أخرى. نعم، الدكتور غازي فيصل، دبلوماسي سابق ورئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. عودة إلى